يعني يا شيخ، انا كنت خلاص فكرت اني انهي حياتي من كثرة الضغوط اللي عليا والزهق والملل اللي انا فيه، وعملت كل حاجة، كل خدت يمكن اكتر من مجربة من كام قناة لفك تعطيلاتي، مفيش حاجة نجحت معايا، مليت زهقت، ففكرت في إن أنا أنهي حياتي من كثرة الضغوط اللي أنا عايشها. بعدين الله سبحانه وتعالى يريد إن أسمع لك فيديو بتتكلم فيه عن الصلاة الإبراهيمية وفضلها في فك التعطيل، وأيضا سمعت لك فيديو كمان بتتكلم عن ورد استغفار بعدد أيام السنة اللي هو بعدد 366 مرة، 66 مرة تستغفر فيهم. أنا عايز بقى أي حد متعطل في أي أشياء من الأشياء، في رزق، في لخبطة في حياتك، أيا كانت تعطيلاتك هي ايه، يا ريت اتمنى من الله تسمع الفيديو ده وتسمع القصة دي، لانها هتفيدك هتفيدك هتفيدك. فبيقول لي خدت الورد ده، ورد الاستغفار بعدد 365، وخدت الصلاة الإبراهيمية بعدد 100، ودمغتهم مع بعض، وقلت دي آخر فرصة ليا، عسى أن تكون الله سبحانه وتعالى أرسلك ليا لفك الضيق اللي أنا فيه. من الجميل بقى إن أخونا بدأ ينفذ الورد ده، ال 365 مرة استغفار وال 100 مرة صلاة على النبي بالطريقة الإبراهيمية في أجمل الأوقات، الوقت اللي دايما بذكركم بيه يا أحلى إخوان، ألا وهو قيام الليل. فبيقول لي بعد الساعة 1 بالليل، يعني في أحيانا من بعد الساعة 1:30، 1:30 كده، أو تقريبا داخلة على 2 بالليل، كنت بقى بعمل الورد في الوقت ده. أول يوم كان تقيل عليا جدا، كان الشيطان بيحارب معايا وكان بيدخل لي بجميع المداخل ان انت مفيش فايدة، وانت كده كده جربت مجربات كتير، والافضل انك تنهي حياتك، والشيطان كان مكتر عليا الوسوسة بكل انواعها، ولكن كان مازال عندي لما سمعتك بتحفز في ورد الاستغفار والصلاة الإبراهيمية انها تفك امورك ايا كان صعوبتها، دي ادتني امل. فبيقول في الوقت ده من بعد الساعة 1:30 2 بالليل كده، اقوم اتوضى واصلي ركعتين صلاة، واقفل على نفسي المكان اللي انا فيه، واعمل الجلسة دي مع رب العالمين، اجيب الاستغفار بعد ما صليت ركعتين صلاة بعدد 365، وبعد ما اخلص ال 365 وصيغة الاستغفار استغفر الله استغفر الله، اخلص العدد ال 365 وانا لسه موجود على مصليتي، اقعد اردد في الصلاة الابراهيمية لما اوصل لرقم 100. فبيقول يا شيخ، اول يوم يعني حسيت كأنه في حمل كبير بيتهد من عليا، بدأت
ارتاح بس مش الراحه اللي هي يا شويه، كاني كنت في طاقه سواد وهي او في بحر عشان بس تفهم معايا، وبدات ان انا اشبط في حاجه وهطلع. سبحان الله، عملتها تاني يوم كمان، كان بيحس النتائج دي في النهار، يقول اخلص الورد 365 واخلص الصلاه الابراهيميه بعد ركعتين الصلاه وانام. يا شيخ انا كنت كمان الاحلام المسيئه اللي كانت بتجيني وكانت بتزعجني من اول يوم بدات يعني تتلاشى تماما. بعدين تاني يوم بدأت الأمور تتحسن، نفسيتي بدأت ترتاح. أقسم لي بالله وقال لي أنا عايزك تحكي الفيديو اللي قصتي دي، احكيها للناس المتابعين عندك، لأن بالفعل الاستغفار والصلاة الإبراهيمية الاتنين دول كفيلين يحل لك مشاكل حياتك ايا اياك تكون بقالك كام سنه بتتعانى فيها وما انتش لاقي حلول. الصلاه الابراهيميه والاستغفار دواء لك. اقسم لي بالله، قال لي يا شيخ ما كملت الاسبوع السبع ايام ولقيت الدنيا بتتفتح من جميع، شغل بيجيني من كل مكان، ناس بتتصل عليا، أموري بدأت تتيسر. أنا مش مصدق، هو بيحكي لي يعني عنده ذهول، لأن بيقول لي جربت مجربات كتيرة واتبعت قنوات كتيرة واستمعت أشياء كتيرة جدا وكنت بطبق ما كانش فيه فايدة. أقسم لي بالله إن ذهلت من نتائج الصلاة الإبراهيمية وورد الاستغفار اللي هو بعدد 365. بالفعل انا كنت متكلم على الورد ده، احنا الاشهر اللي بتعدي منا والايام والساعات والثواني كل شيء مسجل علينا، وده في السنة وفيه مواسم في السنة دي. الافضل ان الانسان يستغفر عن كل سنة عدت في حياته، لان ما احناش خاليين من الاخطاء. فبيقول ربنا بدأ يبعت لي رزق، الشغل اللي كنت نفسي فيه بدأ ناس تتصل عليا، مش عارف الفتوحات دي كلها جاتني بأي بكنز الورد ده، وفي قيام الليل على ركعتين الصلاة وعلى الاستغفار وعلى الصلاة النبي على الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالطريقة الإبراهيمية جميلة فوق ما تتخيل. نفسيتي ارتاحت، حسيت ان جبل اتهد من عليا، بدأت اموري تتيسر وفي اقل من اسبوع، رغم ان انا بتعانى بقالي اكتر من كام سنة لما وصلت لمرحلة ان انا خلاص هنهي حياتي. والفيديو ده قصة اخونا اهي، لكل انسان متعطل، لكل انسان او انسانه عندك ضيق في حياتك. قيام الليل، وده اللي دايما بذكركم هنا بيه في القناه، مع الاستغفار والصلاه على النبي كنز لفك تعطيلك وتيسير امورك بكل المقاييس، كنز حقيقي. لان زي ما قلت قبل كده وبقولها تاني يا اخوان، الوقت ده انت بتبقى قاعد فيه مع ربنا، فليه متوه نفسك الوقت ده تحديدا قيام الليل الى ان يأذن الفجر؟ انت بتبقى موجود مع ربنا اهو، وصل لمرحلة انه هينتحر هينهي حياته، والله سبحانه وتعالى ارسل له اللي فك اللي كان سبب في فك الضيق اللي هو فيه. نتمنى من الله تكون قصة أخونا في ميزان حسناته، ونتمنى من الله لكل إنسان
أمورك متعثرة، حياتك ملخبطة، قدامك اللي يفك كربك أيا كان هو. وفي أقل من أسبوع زي ما أخونا عمل، في أقل من أسبوع أموره اتسهلت واللي هو عايزه اتحقق. ربنا يحقق لكم كل أمانيكم، ونحبكم في الله، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.